السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحاجات الكويسة في الريفت اللي هي ريفيل كونسترين. يعني ايه ريفيل كونسترين؟ يعني وانا برسم ساعات العناصر بتبقى فيها ارتباط بعضها ببعض. يعني مثلا ممكن العنصرين دول يكونوا مرتبطين ببعض، لما ده يتحرك يمين ده يتحرك يمين، اقول له يمين يجي يمين، اقول له شمال يبقى شمال، تمام. فلما فعل بقى الكونسترين دوت بيبدأ يقول لي العلاقات اللي بين العناصر. على سبيل المثال مثلا هو دوت بيقول لي ان العنصر ده مرتبط بدوت، لما ده يتحرك ده يتحرك معاه، تمام. وانا برسم ممكن اكون عامل الموضوع دوت. طيب خلينا نروح ايه للفيو ده مثلا، وهقول له فعل الموضوع دوت، فيقول لي اه خلي بالك ان في هنا كونسترين بين العنصر ده والعنصر ده، خلي بالك ان في كونسترين بين العنصر ده والعنصر دوت. كونسترين يعني في ربط، لما تيجي تحركه ما رضاش يتحرك لان هو في كونسترين. لما تفتح الكونسترين دوت هتلاقيه بيتحرك معاك عادي، تمام. ده هنا مثلا هو ده العنصر دوت في كونسترين مع الحيطه. ممكن يكون عندي حاجه بتلزمني ان انا ابقى على مسافه مثلا متر من الحيطه، او على مسافه متر من السيلينج، او على مسافه حاجه معينه من حاجه معينه، تمام. طيب الموضوع ده بيتم ازاي؟ ان انا واقف على كده فهو بيبدا يعمل لي دايمنشن وهمي بالشكل دوت او مؤقت، بدوس عليه بيبقى دايمنشن حقيقي. الدايمنشن الحقيقي دوت لسه مبقاش كونسترين، ده بيبقى كونسترين لما اروح قافل هنا، خلاص ده بقى كونسترين بالشكل ده، تمام. اي عنصر من العناصر دي لو انطف عليه بيبدا يجيب لي دايمنشن، او دايمنشن مع فوق ودايمنشن مع الجنب، اقدر اروح قافل الاثنين واقدر الاثنين دول اعمل لهم القفل بتاعهم بالشكل دوت، بحيث ان هو ما ينفعش يتحرك غير لما افك الكونسترين. الكونسترين ده واخد شكل احمر اهوت، تمام، لان هو مرتبط بالكلوز ريفيل كونسترين. لو رجعنا تاني لل 3D وقلت له دوست عليه تاني هتلاقي كل الكونسترين